السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لجميع المشاهدين والمشاهدات. ما هو موضوع هذا الفيديو؟ هو مسألة صياغة الأسئلة الموجهة للتحليل والمناقشة. مجموعة ديال التلاميذ كيمشي يشد الدفتر وكيحفظوا، ولا كيشد داك الطوب وكيحفظوا، كيحفظ المواقف، كيحفظ المفاهيم، كيحفظ حتى الأسئلة. عباد الله، الأسئلة لا تحفظ، كيحفظ الأسئلة ديال المحور، وفاش كيجي الموضوع نهار الامتحان الوطني كيحط لك الأسئلة ديال المحور. هذا خطأ كبير جدا. الأسئلة التي ننجزها في المقدمة، يعني الأسئلة الموجهة للتحليل والمناقشة، هي الأسئلة الخاصة بالموضوع. أنا عندي السؤال كيقول مثلا هل يمكن معرفة الغير؟ ما غاديش نمشي للأسئلة اللي كاين في المحور ديال معرفة الغير، غادي نخرج الأسئلة ديال المقدمة من داك السؤال اللي هو هل معرفة الغير ممكنة؟ أو هل يمكن معرفة الغير؟ عندي القولة مثلا تقول إن العقل هو أساس هوية الشخص، عندي هذه القولة، هذه غادي نخرج الأسئلة من هذه القولة، هذه ما غاديش نجيب الأسئلة ديال المحور. عندي مثلا نص كيتكلم على المعرفة التاريخية، غادي نستخرج الأسئلة اللي كاين في النص التي يجيب عنها النص، ما غاديش نجيب الأسئلة ديال المحور. وبالتالي فالذين يقومون بهذه العملية ليتأكدوا بأن عملهم خاطئ. الأسئلة الموجهة للتحليل والمناقشة، يعني الأسئلة ديال المقدمة، كنستخرجوها انطلاقا من الموضوع. أعيد، نستخرجها انطلاقا من الموضوع. وراني درت مجموعة ديال الفيديوهات حول كيفية صياغة الأسئلة الموجهة للتحليل والمناقشة، يمكنكم العودة إليها ومعرفة الطريقة التي نصوغ بها هذه الأسئلة. إذن ما بقي لي إلا أن أقول لكم أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.